عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أول فيديو ليا هزر فيه بوشي. أنا مروة أحمد من قناة مروة أحمد. ده أول فلوج بفكر أعمله يعني وأنا ظاهرة لكم بوشي. أتمنى إنه يعجبكم. دلوقتي احنا خارجين يوم الجمعة، مش محددين بالظبط ممكن نروح فين، بس أتمنى إن الفلوج يعجبكم ويا رب تكملوه للآخر. ويلا بينا. الأطفال بتعيط ورانا وحاجة مسخرة خالص يعني زي ما قلت لكم كده الخروجة مش متقررة أي حاجة، بس رحنا سيتي سكيب وكنا عايزين نجيب حاجات فما لقيناهاش، فرحنا دلوقتي المرشدي علشان نجيبها. اسمها المرشدي ويا رب نلاقيها فعلا، وأنا محتاجاها جدا في الشغل لانش بوكس، ومحتاجة حاجة أخد فيها نسكافيه. خليكم معايا. مول زحمة جدا عشان في عروض مرشدي، هي زحمة قوية عشان العروض على البلاستيكات، بس احنا جينا هنا طقم عشان أطقم الكروبال والحاجات اللي زي دي. دلوقتي هنروح نطقم البلاستيكات عشان نجيب اللي احنا عايزينه. من الناس
اللي بتجهز في خصومات هنا في مرشدي 20% على المعروضات اللي هنا دي، البايركس والفيزون والحاجات دي، انصحكم انكم تيجوا تتفرجوا عليها. مرشدي في العاشر، الحي العاشر في 6 اكتوبر. اخيرا خلصنا شوبينج، لفينا في حتت كتيره جدا، رحنا سيتي سكيب، رحنا المرشدي، رحنا دايموند مول زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو طول الوقت كنت بصور لكم. خليني دلوقتي اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها واقول لكم على جزء كبير من اسعاره. اول حاجه وريتكم في الفلوج في الاول، وريتكم بنطلون عجبني اشتريته بعد ما قسته لقيته كويس، تقريبا سعره 165 جنيه. احلى حاجه فيه ان هو خامته فيها قطن وكمان لكرة، فدي مريحه جدا في الشغل، مريح جدا في الحركه. بعد كده طلعت من دايموند، رحت سيتي سكيب، اشتريت شويه حاجات يعني من 2.5 المحلات اللي زي دي توكا كده، طبعا بتتلبس من غير حجاب، بتلم الشعر لورا. جبت منها لونين، الروز والرمادي، فيها فيونكه كده من قدام. واشتريت حاجه للشتاء علشان انا بشتغل في منطقه صحراء قوي وفاضيه، فجبت جوانتي زي ده، جلد ومبطن من جوه زي قطن كده او زي ما انتم شايفين كده. ده تقريبا كان سعره 40 جنيه. ثانية اوريكم سعر 40 جنيه. بصراحة ماما هي اللي جابتهولي، عجبني قوي. بالنسبة بقى للحاجات اللي يعني اللعب وكده، جبت الفرشة دي للضوافر، دول 2 ب10 جنيه، حلوة قوي، ناعمين ومش قاسيين قوي على الضوافر، وخصوصا ان انا ضوافري بقالهم فترة محتاجة لهم فرشة. وجبت كمان السيليكون دي اللي اتشهرت قوي بتاعت البشرة، تنظيف البشرة، يعني عندي شوية مشاكل هجربها واقولكوا رأيي عليها. دي ب17.5 جنيه، متهيألي انها غالية قوي، بس عجبتني، كويس ان انا لقيتها. يعني في حاجات تانية منها بس غالية، وكالعادة الحاجات اللي بتبوظ بسرعة وبتضيع مننا توك للشعر. بما اني بتعور كتير وعندي حوادث، فجبت شوية ستيكرز للجروح. وللشغل جبت برية واستيكة عشان بياخدوا حاجاتي في الشغل، فقلت احافظ على حاجتي. بعدين رحنا المرشدي علشان كنا بندور على لانش بوكس زي ما قلت لكم، بس للاسف ما لقيتش اللانش بوكس اللي انا عايزاه، فجبت علبه عاديه كده. هصور لكم كل الحاجات دي كلوز اب. دي تقريبا كانت ب52 جنيه، كويسه، اللوك بتاعها شويه قوي عن البلاستيكات التانيين، اللوك مش سيليكون، هو بلاستيك عادي، فحاسه ان هي هتبقى لطيفه يعني في الشغل، وهتشيل الاكل بدل ما نشتري اكل من بره. واحنا في المرشدي كنت بدور على مج حراري ينفع اخد فيه نسكافيه وانا رايحه الشغل وانا رايحه الجيم في اي حته، بس للاسف ما لقيتش ومش عارفه ليه. وقلت لكم هناك ان الدنيا كانت زحمه جدا في المرشدي، فرجعنا تاني سيتي سكيب علشان نجيب مج حراري من هناك. اولا بس انا عايزه اعتذر على حاجه، انا الكاميرا بتاعتي اتكسرت فمش عارفه اصور، فانا بصور دلوقتي بالموبايل فاعذروني. المهم لما رجعت تاني سيتي سكيب، رحت جبت المج اللي اتشهر قوي اللي هو شبه اللينسز ده ب120 جنيه. طبعا هو غالي بس عشان شيكه كده وحاجات حلوه، فعجبني قوي. ممكن اخد فيه نسكافيه الصبح، خصوصا احنا دلوقتي في البرد، ببقى عايزه حاجه تبقى مدفياني وانا بمشي مشوار طويل قوي. ان شاء الله هعمل لكم فلوج وانا رايحه الشغل يوم الاحد، لان يوم السبت اجازه، فهعمل لكم فلوج واصور لكم اللي بيحصل. بالنسبه للصوره دي، صوره ليا انا وماما وبابا، كنت عاملاها لماما في عيد الام اللي فات، بس ما صورتش الفلوج ده بصراحه. انا بحبها قوي، عامله منها نسختين، نسخه عندي في الاوضه ونسخه بره في الصاله. نرجع تاني للمشتريات، فجبت المج ده حلو قوي.
بصراحة شفت منه حاجات تانية في دايموند مول بس غالي، يعني 200 جنيه و300 جنيه حاجة كده، فعجبني قوي ابو 120. وكنت بدور على كرسي، انا جربت انواع كتيرة جدا من الكرسيات، جربت بتاع كارينا مرة فكان مريح بس مش عارفة ضاع في النقل العفش والحاجات دي، فروحت اشتريت واحد تاني من كارينا. احلى حاجة فيه ان هو يعني حاسس ان هو ناعم كده، مش زي الكرسيات اللي هي الخشنة ومؤذية كده، انما ده حلو قوي. اسمه كرسي كامل، ده تقريبا 160 جنيه، جبته بلاك علشان يعني ما يبانش من تحت الهدوم وكده، ممكن استبدله بالكارينا اللي انا بلبسها في البيت، ف سوري اللي انا بلبسها الكارينا اللي انا بلبسها في الخروج عادي، فممكن استبدل ده بيه. بس دي كل المشتريات، يعني مش عارفة، دي كل المشتريات اللي انا اشتريتها النهاردة. طبعا شوية حاجات من السوبر ماركت وحاجات للبيت ومناديل ومش عارف ايه، وحاجات كتير قوي صورتها لكم في اول فلوج. بس تقريبا دي كل حاجة. يا رب يكون فلوج حلو، ويا رب يكون اول مرة ظهوري ليكم، يعني دمه خفيف ما كنش رخمة. وبس يا رب اشوفكم دايما على طول، ويا رب ما يكونش اخر فلوج، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.